زي ما انتم شايفين التجمع الفلسطيني والعربي بشكل عام خيالي. في البداية كان التجمع شوي عم بيحاول الناس يلتموا من كل المدن، ابتدأت التجمعات تيجي من هاملتون لبرلينغتون، أوكفيل، ميسيساغا، وصل الموكب الآن لوسط مدينة تورونتو. كلها فلسطينية، بنحييكم وصمتكم يا أهل غزة، لا تركعوا لا تركعوا لا تركعوا، من هون من أرض كندا من كلها تركعوا، بنحييكم 100%. تحية لكل شهيد سقط بغزة، وكل تحية لكل شهيد سقط بالأقصى، وتعرف تحية لكل أسرة فلسطينية بكل فلسطين وأراضيها، وألف تحية للشيخ الجراح. فيفا فيفا فلسطينة، 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 فيفا فيفا فلسطينة. جاي لادي شغلة واحدة، إنه كل هاي بترفض الظلم، بترفض الظلم، جايين لنصرة إخوانهم في الأقصى وفي المسجد الأقصى والقدس وبغزة والضفة والرملة واللد. كل العرب من حوالين كندا كلهم جايين هون في وسط تورونتو جامعين لفلسطين، إن شاء الله غير تتحرر فلسطين، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. We see you, we see your suffering, we know that it is Israel that is causing it, the Israeli regime. We condemn the Israeli regime's war crimes going on today, and we condemn the apartheid. نحن من أجل التاريخ جايين ورح نبقى للمستقبل، وإذا أنا جيلي جيل أبوي وجيل أولادي ما حققوا، أحفادنا جايين، نحن جايينكم، وإن شاء الله بإذن الله رح ننتصر. والله أكبر، والعزة لله، والحق للفلسطيني في هذه الأرض. منقول إنه هذا رد طبيعي على الهجمة الإسرائيلية على شعبنا في فلسطين، وكذلك هي رسالة للمجتمع الدولي والحكومة الكندية من أجل أن تقف مع الشعب الفلسطيني وتدين هذه الاعتداءات التي تحصل في فلسطين. نادت فلسطين، فهب أحرار العالم بكل أطيافهم، كبارا وصغارا، شيوخا وشبابا، نساء ورجالا، تلبية لهذا النداء. ففي مقاطعة أونتاريو الكندية خرج أكثر من 10,000 متظاهر تلبية لهذا النداء وللوقوف مع إخوتهم في فلسطين، في حي الشيخ جراح، وفي القدس المحتلة، وفي غزة الأبية، لإيصال رسالة لهم أن اصبروا واصمدوا ورابطوا، وإنا معكم، وإن شاء الله الحق سيعود إلى أهله. كان معكم جابي شحادي، قناة MTV تورنتو كندا.